ملك إسرائيل، هكذا كان مؤيدوه يدعوه بنيامين نتنياهو، نجم السياسة العائد من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، الرجل الذي فاز بأصعب انتخابات في تاريخها عام 96 ضد شيمون بيرس وبعد اغتيال رابين، صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل. والآن يبدو أن الرجل فقد الكثير من بريقه ولمسته السياسية الساحرة. نتنياهو علق على رحلة غانتس لواشنطن ولندن بقوله: هناك رئيس وزراء واحد في إسرائيل، وهو صادق، لكن في فترة الأزمات رئيس الوزراء ليس بالضرورة هو ذلك المنتخب، بل ذلك الذي يشعر الشارع أنه المسؤول محل الثقة، ذلك الذي يعطيهم الأمان. وفي الوقت الذي كان فيه غانتس يلتقي مع رموز الإدارة الأمريكية، كان نتنياهو مشغولاً بعدم دفع تذكرة الطيران لغانتس وعدم تعاون السفارات الإسرائيلية مع الشباك لتنسيق حماية غانتس في سفره. مقارنة بسيطة جعلت نتنياهو يبدو سياسياً هاوياً في بداية طريقه، فهو في نهايتها. استطلاعات الرأي تعكس وضع نتنياهو منذ بداية الحرب، ومهما يفعل نتنياهو فالاستطلاعات ثابتة، وإن تغيرت فللأسوأ. وأعضاء ائتلافه كمن كفير وسموتريتش يديرونه كما يرغبون وكأنه دب. والخطير في الأمر أن قرارات نتنياهو وفي ذروة الحرب باتت مثله ضعيفة. وعندما تتعارض مصلحته مع مصلحة الدولة، فمصلحة نتنياهو دائما هي المنتصرة. وها هو يؤخر، وعبر لعبة مكشوفة للجميع، اتفاقية هدنة وتبادل يريدها العالم أجمع إلا نتنياهو. وفي إسرائيل بات نتنياهو مثالا يضرب حول مخاطر الزعيم الملاحق بتهم الفساد وبالضعف، ويدير حربين معه، حرب في غزة وحرب على مستقبل السياسي. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.